بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أشكر لموقعكم هذه الزيارة وهذا التواصل، وأرجو أن يكون في إجابات ما يفيد في ما هو ذو طابع عمومي. طبعا اختيار هذه السنة كان اختيارا لي بناء على هذا العرف الذي نهجته بعض المواقع وبعض الجهات. أنا أظن أن كل الذين اختيروا من قبل والذين سيختارون يشعرون بنوع من العرفان، وإن ذلك لا شك أنه يدفع بهم إلى مزيد عطاء وبذل. فبذلك أشكر لأصحاب هذه المبادرة مبادرتهم. شكرا. فضيلة العلامة، أنتم شخصية متعددة الاهتمامات، وليس من اليسير الإلمام بكل اهتماماتكم، لهذا سنقتصر على معالمها البارزة المعروفة في الجهة وعلى الصعيد الوطني، ونبدأ بدوركم داخل المؤسسة الدينية الرسمية للمجلس الأعلى، المجلس العلمي الأعلى، المجلس العلمي المحلي، ونود أن نعرف حجم هذا الدور. دور العلماء سواء كانوا موجودين في مؤسسة، منتظمين داخل مؤسسة معينة كالمجلس العلمي المحلي أو المجلس العلمي الأعلى، أو كانوا علماء غير منتظمين، هو دور كبير، لأن العلماء لهم رسالة. إن العلماء لهم رسالة. ربما هذا وقت مناسب لأقول أن الغالبية العظمى لا تعرف رسالة العلماء ولا أهمية وجود العلماء. العلماء الآن أصبح دورهم حاسما، لأن كل ما يقع الآن ويروج في الساحة هو أفكار وهو مذاهب وهو تيارات. بالتأكيد إن العموم لا يستطيع أن يتعامل معها ولا أن يدركها. ربما في لحظة من اللحظات لا تشعر أمة إلا وقد اكتسحت وشتتت وفرقت وهدمت وألغي مستقبلها، بسبب أنها لم تكن تعتني بالأفكار التي ليس لها من يمحصها ومن يبرزها ومن يتعامل معها غير العلماء. فلذلك دور العلماء في كل أمة سواء كانت الأمة الإسلامية أو غيرها دور حاسم ودور رائد ودور تتوقف عليه كثير من جوانب السلامة بالنسبة للأمة. طبعا حينما تطغى جوانب أخرى إما سياسية أو فنية أو رياضية أو كذا يتأخر هذا الدور اجتماعيا، بعض الناس لا يرون أهمية ذلك، ولكن هذا هو الخطأ الكبير الذي بالتأكيد إن الذي يقع فيه سيؤدي مقابله ثمن كبير. الأمة حينما لا تهتم بالعلم وبالعلماء وبالتيارات وبالأفكار وتترك هذه الأشياء هكذا تمضي وتنبت وتنتشر عشوائيا تخطئ خطأ كبيرا في حق حاضرها ومستقبلها. شكرا علامة. فضيلة العلامة، يقال أن مدينة زير بن عطية هي مدينة المساجد، فما هو رأي سيادتكم؟ أنا لا أقول هذا، أنا أقول إن مدنا كثيرة تحتاج إلى مساجد. الصورة معكوسة تماما. الشيء الطبيعي لا يسأل عنه، ما جاء على أصله فلا سؤال عنه. نحن نقول بأن الناس يذهبون فيجدون المساجد، ونقول بأن الناس الآن رغم وجود المساجد يصلون في الخارج، ولكن هذا كله لا يطرح مشكلة. الذي يريد أن يطرح المشكلة هو مشكلة المدن الكبرى التي لا يجد الناس مكان يصلون فيه فيصلون في الشوارع. السؤال أو لا أو الملاحظة يجب أن توجد أساسا للأماكن التي نسي الناس فيها أن فيها شعبا مسلما يجب أن يؤدي هذه الشعيرة. لا أرضى أن الناس في مدن كبرى يصلون على الإسفلت، يصلون على قوارع الطرق، يصلون في أماكن لا تليق. فلذلك هذا خلل وقع في جهات أخرى، ونحن لا إلا في الوضع الطبيعي أو أقل من الوضع الطبيعي. الأمر يجب أن يعاد فيه إلى إحصاءات لا إلى كلام، لأن هذا الكلام لا يمكن أن تكون فيه القول ونقيض القول. ولكن حينما نقول مثلا لو أن كل ألف، أنا معايير أشياء معيارية كما يقع في الاستشفاء، كما يقع لو قلنا أن كل ألف مواطن يحتاجون إلى مسجد وكانت وجدة مثلا فيها 400 ألف، أنت يمكن أن تقدر ما هو العدد المناسب. أما الكلام الذي يقال في على الأرصفة فقد لما يكون علميا، وهو أساسا ليس وجيها وليس علميا ولا يمكن الدفاع عنه، إنما هو قول من الأقوال التي يذهب بها الواقع. شكرا فضيلة العلامة. فضيلة العلامة، علاقتكم بالمساجد لها عدة أوجه، منها الدرس الأسبوعي في مسجد الأمة ودروس شهر رمضان الفضيل وخطب الجمعة.
بين الحين والآخر، كيف تقومون عملكم في هذا الإطار؟ طبعا أنا لا أقومه من نفسي، ولكن الذين يحضرون هذه الدروس كان لهم عليها انطباعا معين. هذه الدروس ليست ربما من أقدم الدروس الآن، أي الدرس السبت هو الآن يتجاوز 25 سنة ولم يتوقف ولله الحمد، وكنت أنا حريصا على لا يتوقف، لأنه انقطاع في إشارات سيئة للمجتمع. نريد أن نقول من خلال هذه الدروس يجب أن يكون هنالك فكر إسلامي مؤسس على العلم وعلى الموضوعية وعلى الحوار، وعلى هذا أمر يجب أن يبقى موجود. حينما تفرغ المساجد تلك بداية الكارثة، لأن الذي يفرغ المساجد لا يستطيع أن يمنعها من أن تمتلئ أمرات أخرى، ولكن بما يصلح ومن لا يصلح. فلذلك أظن أنه واجب الرجوع إلى هذا تقليد مغربي، دروس تقليد مغربي، خصوصا في رمضان وفي سائر الأوقات كان المغربي يتعلم. المغربي كان مثلا حرفيا في فاس، ولكن كان له حظ من المعرفة وكان يفرد جزءا من الزمن للمعرفة، ولكن الآن أصبح عندنا هذا الاختلال أن إنسان ربما يعرف دقائق الأشياء في قطاعات أخرى ويجهل الأساسيات في دينه، وهذا الجهل هو الذي نخاف أن تستنبت فيه أشياء أخرى ليست سليمة وليست صحيحة. جزاك الله خيرا. فضيلة العلامة، تبث قنوات وطنية برامج دينية لسيادتكم، منها محاضرتكم القيمة في الكراسي العلمية الذي تبثه القناة السادسة، وبرنامج مع الناس الذي تبثه القناتان الثانية والأولى، والذي تعود عليه الشعب المغربي. ما هو تقويمكم هذا الجهد العلمي؟ برنامج، هناك برنامجان متوازيان. برنامج السادسة وهو برنامج خاص بتدريس أصول الفقه، ونحن نعرف أن هذه المادة هي مادة علمية ليست من قبيل الكلام العادي الذي يقال في كل لحظة ويقوله كل إنسان، لذلك نركز على أساس نشر هذه المعرفة. هذا الدرس يتعامل مع كثير من طلاب العلم في الجامعات ويتواصلون في بعض ما يتواصلون، وهذا الدرس أيضا كذلك الأصولي يشاهده ناس آخرون خارج المغرب في الشرق العربي، وكانت هناك انطباعات عن هذه السلسلة لا تحدث عن درسي فقط، بل مجموعة من الدروس التي هي الكراسي العلمية. الكراسي العلمية فكرة مهمة، هي بالمناسبة هي فكرة تبنتها جماعة معينة، أي أناس محسنون تبنوها وأحدثوها واستدعوا لها مجموعة من العلماء، وهي الآن تمضي، هي أساس القناة السادسة تستفيد من هذا الجهد في الحقيقة، وإلا في أصحاب الفكرة وناس آخرون متطوعون وقاموا بهذه المبادرة، والآن يتداول على هذه الدروس علماء آخرون، ربما يذهب زيد ويأتي عمر، ربما توقف هذه المادة وتأتي مواد أخرى. المهم أن المغاربة كانت لهم صلة بالعلم، وحينما نقدم أنفسنا أي في الجهات الأخرى بأننا لازمنا مهتمين بالعلوم الشرعية، لاش كان هذا عنوان طيب، وهذا نموذج يجب ربما سيحتذى في جهات أخرى حينما نتجاوز الكلام العادي الذي نرى أنه يمثل المعرفة الشرعية إلى الكلام العلمي المؤصل والمؤسس. شكرا فضيلة العلامة. فضيلة العلامة، لكم اهتمامات علمية وفكرية تتجلى في محاضراتكم في الجامعات والمعاهد ومراكز الفكر والفضاءات الجمعوية، كيف توفقون بين هذه الاهتمامات واهتماماتكم الدينية الرسمية وغير الرسمية؟ أنا أظن أن الأمر لا يختلف إلا بحسب توزيع مجال العمل، وإلا في العمل واحد، هو العمل كله عمل إسلامي ثقافي علمي، قد تؤديه في مرة في الجامعة أو في المركزية أو فيبقى دائما العمل عمل واحد، وإنما تختلف المواقع، اختلاف المواقع قد يكون له ضرورات معينة، ولكن إنك لا يمكن أن تكون شخص آخر، فأنت في كل الأحوال إنما تتحدث عن الشريعة الإسلامية، عن حقائقها، عن معرفها، وليس بالضرورة أن يكون هذا دائما على منصات معينة أو في مدرجات الكلية فقط، بل يقع التنوع بحسب ما هناك من منصات ومن المنابر المهيئة أو الموجودة، هذا فقط، ولا دائما يبقى المضمون واحدا ويبقى الشخص واحدا. شكرا. فضيلة العلامة، لكم مؤلفات دينية وفكرية وعلمية، فما هي مشاريعكم المستقبلية في هذا المجال، وهل بالفعل تفكرون في إنشاء مدرسة فكرية خاصة بكم؟ أقول بأن هذه الكتابات التي نشرت، بعضها نشر في المغرب وبعضها نشر خارج المغرب، وبعضها أصبح مقررا جامعيا، مثل كتاب مثلا نظرية العامل بالنسبة للجامعات المغربية وغيرها، وكلما يسر الله سبحانه وتعالى أن يكتب الإنسان فهناك كتابا. الآن حول
حوالي 9 أو 10 من المؤلفات جاهزة التي هي من الآن منشورة، بالإضافة إلى 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 مقالات متعددة منشورة في بعض الصحف. المشروع المقبل الذي أرى أنه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعف به ويعين عليه، وهو إنهاء بعض تفسير القرآن الكريم. أنا كنت قد شرعت في تفسير 5 أجزاء ونشرت هذه الأجزاء من القرآن الكريم، 5 أحزاب صح، 5 أحزاب ونشرت، والآن أرجو أن يوفق الله تعالى إلى إتمام هذا، مع وجود مشاريع أخرى إن شاء الله تتعلق بالبحث، وهو بحث جاهز حول مدونة الأسرة أو حول نقاشات المدونة، وهو الآن فيه بحث جاهز فيه عدد كبير من الصفحات، ولكن سيكون مفيدا والآن تقريبا مهيئ. أرجو أن أتمكن من دفعه إلى المطبعة إن شاء الله. فضيلة العلامة، لقد أصبحت مدينة وجدة محج الكثير من المغاربة في شهر رمضان الأبرك، فما هو برنامج هذه السنة إن شاء الله تعالى فيما تبقى من الشهر؟ طبعا هو البرنامج عادي، أننا الناس يأمون المساجد، يسمعون، يحضرون التراويح، يصغون إلى القرآن الكريم. إحنا أهم شيء أننا هو اجتذاب الناس للقرآن الكريم، فالناس أصبح لهم إمكان وفرصة لأن يصغوا ويسمعوا وأن يتتبعوا القرآن الكريم، هذا في حد ذاته مكسب. هذه الأمة دائما تعمل مع أنها أمة مسلمة وأن فيها خيرا كثيرا، ونحن دائما نراعب الاحتياجات والاستحقاقات، خصوصا مع وجود مساجد الدروس، حياة دينية متميزة. هناك أيضا ما يمكن تسجيله، وهو أن المجتمع هنا في الجهات الشرقية الآن أصبح تقريبا يتنافس في فعل الخير، بحيث أن هنالك طعام مبذول في كل الأحياء موجود، والناس ربما الشغيلون والعمال لم يعد عندهم مشكلة الإفطار، بعض الطلبة الجامعيين كذلك لهم من يتولى هذا الأمر منهم. هذا شيء نموذج نريد أن يستقر أول في وجدة، ونريد له أن يعم كذلك جهات أخرى، لنعبر عن شهر رمضان، عن معنى رمضان، لأنه شهر الكرم وشهر العطاء. فهذا هو الذي ربما يجتذب بعض الناس فيقضون رمضان مع في هذه المدينة. جميل، شكرا أستاذي. فضيلة العلامة، دورات تحفيظ كتاب الله عز وجل الصيفية تقليد كرستموه في مدينة وجدة وأحوازها، فما هي طموحاتكم، طموحات هذا المشروع المستقبلي؟ المغرب كان بلد القرآن منذ قديم، لم يكن القرآن غائبا منذ عرف المغرب والإسلام، كان القرآن دائما موجود في البوادي، في الحواضر، في كل هذا الغياب الذي وجد الآن أو انقطاع في بعض الآن ليس طبيعيا. فلذلك حينما نعود إلى الأصل الطبيعي، هؤلاء الطلاب أو هؤلاء الشباب والفتيان والفتيات يأتون ويحفظون القرآن ويتصلون، أولا يتعلمون أساسيات التعامل مع القرآن الكريم والخط القرآني والحفظ، وبعضهم يواصل حتى يحفظ القرآن الكريم. تعرفون أننا حينما نعين إنسان على حفظ القرآن نعينه على النجاح في حياته كلها. هذا الحفظ أصبحت له آثار معروفة في التحصيل، لأنه ينمي الذاكرة وينشط الذاكرة، والذاكرة لن تكون خاصة بالقرآن، ستكون ذاكرة لكل العلوم ولكل المعارف. ولذلك نعتبر أن أحسن المقبلين هم من أحسن الطلبة في 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 في, في, في الثانويات وفي الجامعات. فإذا فنحن لسنا إلا في سياق واحد، هو سياق تربوي، سياق تعليمي، سياق وصل الناس بالقرآن. نحن انتهينا إلى الحمد لله إلى التجربة أن مر بها الآن أكثر من 150,000 تلميذ تقريبا عبر السنوات، كل مرة يأتي ناس، ولكن يسرنا كذلك أن يكون من جملة الذين يستفيدون أبناء الجالية. والجالية تعاني كثيرا ربما في إقامتها من أن بعض لا يستطيعون يصل أولاده بالقرآن، فلذلك حينما يأتي هؤلاء أبناء الجالية ويشتغلون بحفظ القرآن وبحفظ الحديث وكذا، يعودون إلى بلادهم ولديهم زاد بأنهم قرأوا شيئا في بلدهم في المغرب وتعلموا أساسيات الإسلام في بلدهم، هذا شيء مكسب جيد. شكرا فضيلة العلامة. فضيلة العلامة، لا يقتصر اهتمامكم بالذكور في تحفيظ كتاب الله عز وجل ودراسة علومه، بل تولون اهتماما كبيرا بالإناث أيضا، فما هي نتائج إشراك المرأة في مشاريع حفظ كتاب الله عز وجل ودراسة علومه، وما هي الآفاق المتوقعة مستقبلا؟ أنا أقول إن الاهتمام بالمرأة اهتمام في مكانه، وإن المرأة أعطت عطاء كبيرا جدا في تقريبا أن
الصورة الآن تقريبا تغيرت، عندنا الآن مجموعة كبيرة من القارئات، عندنا مجموعة من الحافظات، مجموعة من النساء اللواتي تحدين من إعاقة كبيرة. الأمية كانت تعويق، وانتقلت المرأة من مستوى الأمية إلى أن تعلمت إلى أن أصبحت حافظة للقرآن الكريم. هذا إنجاز كبير لو تم على مستوى مؤسسات تعليمية لكان لها شرف كبير. هذا يتم الآن بيسر وسهولة دائما في 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 في, في المساجد، وخصوصا كما قلت أن المرأة لها هذا، بطبيعة المرأة أن لها نوع من الإصرار على الأشياء التي تؤمن بها ونوعها أنه من داب. فلذلك كل مؤسسة من المؤسسات التي تشتغل مع النساء تقريبا تجدها مؤسسات ناجحة، سواء تعلم علوم شرعية أو الواقع أو مش. إحنا عندنا الآن تجربة عائشة، مدرسة عائشة بنت الشاطبية، تجربة رائدة بالنسبة للمغرب، مدرسة متخصصة في تعليم النساء وتكوين العالمات، ومدرسة وتجربة أخرى وهي تجربة دار الفقيه التي هي مؤسسة خاصة بتكوين الواعظات. فهذان قطبان، ثم بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المدارس المبثوثة عبر المدينة كلها، وهذه أعطت نتائج ولله الحمد طيبة. شكرا. فضيلة العلامة، لكم أيد بيضاء بالنسبة لشرائح مجتمعية متعددة، نذكر منها العزازة والأيتام والمرضى والمعوزين، فهل يمكنكم تنوير الرأي العام في هذا الصدد؟ أنا أقول إذا لم يكن هذا الشأن شأن ديني فإنه لن يكون أبدا. انتهى الأمر. أي هذه المرافق المجتمعية إذا ما يهتم به الناس على مستوى أنهم يقربون شيئا إلى آخرتهم فلن يستفيد. من الصعب أن تبني مؤسسة للعجزة أو في أي مكان، ولكن من الصعب أن تجد أن إنسانا يتعامل مع هؤلاء من باب أنهم إخوان وأنه يجب أن يقدم إليهم. الآن ما يقال كثير، تعلمنا في ثقافتنا السائدة هي ثقافة الكلام والآراء المجنحة والخفاقة التي تطير في السماء، ولكن في مستوى الفعل نرى أنه لا يمكن أن يقدم شيئا إلا من يؤمن بالآخرة. أي عمليا، دعني من نظريات، ما أكثر ما يمكنك أن تنتج من الأقوال في اللحظة الواحدة، ولكن أن تؤسس مؤسسة يأمها العجزة ويشعرون بأنهم فيها مكرمون، هذا هو. في أوروبا هناك أيضا مؤسسات الخيرية، ولكن مؤسسات استثمارية، مؤسسات بعض المرات يجلس فيها ويقيم فيها الشيخ، ولكن بمقابل ربما يعطي كل ما يتقاضاه من الدعم الاجتماعي التي تعطيه الدولة، أكثرها هي أيضا في كفالة الدولة، ولكن هذه المؤسسات هي في كفالة المجتمع، أي المجتمع هو يؤسس هذه، وهي الآن مفتوحة بمعنى أن الناس، بعض الناس لا يعرف أو يتحدث عن بعد. وأنا أقول بأن حينما يتحدث الإنسان من غير معرفة بهذه المؤسسات ويتحدث فيها أنا أعتبر أن هذا من أكبر أنواع الحرام الذي يمكن أن يتحدث، لأنه سيقطع أرزاق أناس هم في نهاية الضعف. هؤلاء خارجون على المنافسة ولا يدخلون في هدف، لذلك يجب تركهم وعدم لأنه أنا أذكر لك مثلا الآن في هذا الجانب الذي تحدثنا الخيرية، أنا أتحدث عشرة من المؤسسات كلها الآن قائمة بفعلها. الآن الناس الآن في هذا اليوم لو تجد الناس مثلا في دار إيواء مرض السرطان، هل تريدون أن تتوقف هذه الدار؟ لا. نريد لها أن تتوقف لصالح من تتوقف مثلا. وأما نحن ما ننتقدها ولا نقدم إليها شيئا فهذه كارثة من الكوارث. أن الإنسان أن لا يفعل الخير هذا شيء، ولكن الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل هذه مسألة أخرى في القرآن الكريم. فلذلك أقول هذه مؤسسات يجب أن تعمم، هي موجودة الآن في هذا الشكل في نمط معين لأن الناس يؤمنون بها، فلنخرجها على الأقل حتى من المناقشات ونتحدث على الأقل، لأنها حالة أناس يعيشون. مؤسسة خيرية مثلا في وجدة يمكن أن تقارن بأي مؤسسة في المغرب كان بسهولة. أي نفقة الجمعية الخيرية مع دار العجزة هي 350 مليون سنويا، الدولة تعين 39 مليون. كمل انت مراسك 39 مليون. لماذا ندخل نحن في هذه المضايق؟ لماذا نحارب الناس في أرزاقهم؟ هل يصل بالإنسان أنه يحقد عن الأمة إلى درجة أن يحارب هؤلاء؟ الناس دعوهم الناس يعيشوا هذا وتركوا المجتمع، فليتركوا المجتمع. إذا لم يكن المجتمع قادر على أن يقدم لهم شيء فليتركهم على الأقل. فضيلة العلامة، لكم علاقة جيدة مع السلطات المحلية في إطار الأعمال المشتركة، كيف تثمنون هذه العلاقة؟ حاول أن تكون لك علاقة مع الجميع، مش مع السلطة، مع الجميع، مع الفرقاء، مع المكونات، مع المنظمات، المجتمع المدني، لأنه ليس لنا ربح في الخصومة. إما أن نكون قادرين على العمل
واما لا نكون. فاذا كنا قادرين فيجب ان نبحث عن القواسم المشتركه ونقاط الالتقاء لابد ونشتغل عليها. اما اذا كنا نتصيد الخلافات او كذا ونتبجح بها لاننا فالخلافات والصراعات لا تفيد امه ولا تحدث شيئا اثرا، انما يتعب صاحبها في نهايه المطاف ثم انكفئ. الاصل هو ان نشتغل مع كل مكونات المجتمع وان لا يكون حريصا على ايجاد الخصومات المجانيه، فهذا هو الاساس. ولذلك من هذا الباب تستطيع ان تتواصل مع اي انسان كان، سواء كان حاكما او جمعيه او، لذلك اشعر بان العلاقه علاقه طبيعيه مع الجميع. وعن العلاقات المتميزه مع المحسنين كيف تاتى ذلك؟ طبعا علاقه المحسنين كانهم جزء من غير المحسنين، فقد يبدو المحسن الان هو الذي يبدو في الواجهه، ولكن حينما تاتي الى اناس انهم ليس لهم مال ولكنهم يحسنون ايضا كما يحسن الاخرون، حينما يقوم الناس بالتبرع، حينما يقوم التبرع بالدم مثلا. نعم. امس كانت عندنا حمله. نعم. ودائما في رمضان. نعم. وياتي الناس، هل هؤلاء تحسبهم المحسنين ام منهم؟ هذو يعطون اغلى ما عند الانسان هو الدم، وهؤلاء مستعدون ان يعطوا هذا، يفعلونه عبر السنه كلها. فوجوه الاحسان مختلفه، انا اعتبر ان الجميع هنا محسن، انما تختلف زوايا الاحسان. نعم. والقدره فهذا الذي يتعلم الان، اعرف مجموعه كبيره من الاساتذه يدرسون مجانا هنا، في اعرف كثير من الوعاظ مجانا، خطباء مجانا، فهذا احسان اعم من ان نحصره في احسان في البناء. هؤلاء الذين يعينون مثلا في بناء يهيئون الارضيه في الحقيقه، ولكن لا يمكنك الاقتصار على ذلك، لابد ان تكون الامه كلها محسنه. ولكن اذا كان هناك احسان وكان هناك هدم، هذا امر اخر. متى يبلغ البنيان يوما تماما؟ اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. فحينما تتحول الامه في مزوايا وعلى صعود متعدده الى امه احسان، يجب ان نصر بان هنالك احسان. الاحسان ماشي احسان مالي فقط، وجزء فقط، ولكن الذين يتبرعون الان باوقاتهم ويعلمون ويضحون الاميه ويضحون وينقذون الناس، هم كثرهم في حق، لا يمكنك ان تحصيهم. ولذلك اقول هذه الامه كلها فيها احسان، تختلف زواياه ومواقع ادائه. شكرا. فضيله العلامه، انتم منفتحون على كل الشرائح الاجتماعيه وخصوصا رجال التربيه والتعليم، كيف ترون علاقتكم بهذه الفئه؟ المتحدث في الدين لله بد ان يكون مربيا اساسا، لان مهمته ان يكون مربيا. ربما هو مرب بكيفية متوالية، ليس له عطلة، ليس له، هو يربي في الدرس، في المسجد، في الخطبة، في قاعة المحاضرات، هو ولكن هو عمل واحد، هو العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فهذا قطاع واحد يشتغل فيه الناس. ثم أنت حينما تلتفت، أنا حينما أتحدث عنك أنا رجل تربية بالأساس، أنا لست رجل آخر، أنا رجل تربية، بمعنى أن نشأت هكذا وتعلمت وعلمت في كل مستويات التعليم، ولذلك لا يمكن ان يخرج الانسان عن جلده او عن ذاته. تبقى دائما هذا التواصل ضروري لنا رجال التربيه، حينما يتحملون وحينما يتفاهمون يمكنهم ان يقدموا خدمات كثيره للبلاد. فضيلة العلامه، يود كثير من قرائنا معرفه كيف استطعتم محاوره كل الفئات الاجتماعيه، اطباء، صيادله، مهندسين، موظفين. لأن جميع هؤلاء لهم قواسم مشتركة معك، فيهم كلهم خير، فيهم كلهم إرادة لك أن يسهموا. طبعا تختلف حينئذ جهة العطاء من عندهم، حينما تلتقي مع بعض الأطباء، أنا أقول هذا لبعض الأطباء، أو مع المهندسين، كثير من الأطباء عندنا هم نموذج، أنا أقول هذا وكررته مرة، نموذج إنساني رائع. كثير من الأطباء يتبرعون الآن بالعلاج الفقراء منذ قبل الرميد وقبل، أنا أعرف هؤلاء، كثير منهم هذه اصبحت ظاهره. بعض المهندسين ماذا اقول؟ اقول لك ان اكثر المشاريع التي بنيت احسانيه لم يتقاطع فيها اي مهندسين سنتيما واحدا، لا يرضى المهندس ان تؤدي له اجره عن عمل احساني عن مسجد او عن ابدا. فهذا هو الامر الذي يجب ان تنتبه له، فتطلب من كل انسان ما هو قادر على ان يعطي فيه، انا اطلب من المهندس اتواصل معه فيما هو من مجاله، وبالتالي فيقع التفاهم والتواصل بيسر. شكرا. فضيلة العلامة، ما حقيقة الضجة الإعلامية الأخيرة والمتعلقة بمشروع تمويل دار العجز والأيتام؟ هذه دار العجز سأتصدق بها على الذين لهم رأي آخر فيها. هذا كلام. أولا نلتزم في كل الأشياء، يجب أن نطلع الناس على الحقيقة. إذا كان بعضهم يضايق دار العجز، هذا موقف لا يحسد على الإنسان من يكون فيه. دار العجز ليست مؤسسة لزيد ولا لعمر، أنا ذكرت لكم أن فيها أناس يقيمون
وفيها الآن من يقيم منذ الأربعينات، ومن العار أن يمر الإنسان في هذه الحياة ولكن لم يزور دار العجزة ولم يقدم إليها شيئا. هذا الأساس، حينما يكون الإنسان مواطنا يجب أن يدور دار العجزة ويعطي هؤلاء حقهم، لا أن يتحدث عنهم من بعيد. دار العجزة اشترت، الجمعية الخيرية اشترت أرضا، في أرض، هذه الأرض ليست كانت باقتراح من طبعا من 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 الجهات الرسمية على أساس أن يكون هناك موقف للسيارات. طبعا هؤلاء الآن تعلموا هذا الدمق، كل الأشياء بأن فيها كذا وأتمينة غير كذا، هذا كله ليس صحيحا. هذه أرض موجودة، أتحدى أن الآن أن يوجد من يرغب فيها، أنا أعطيها مجانا لجيد إلا استطاع يدير فيها جهة. هذه أرض ليست صالحة للعمارة، هذه أرض تضع فيها موقف حافلات لصالح المدينة تحت الأرض. موقف حافلات ماذا يمكن أن يدر؟ موقف السيارات، كم موقف السيارات الموجودة الآن؟ واش اللي عنده موقف سيارات؟ هذه الآن تتطلب مبلغا ماليا لم تقدم عليه لا البلدية ولا أي واحد من المستثمرين، 5 ملايين خسارة ليكون هذا الموقف موجود. الحين يكون إنسان مستثمر لا يكون بمثل هذه الدرجة من 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 من, من الفهم. المستثمر لا يتاجر، لا يغامر ب 5 ملايين باش يبقى يشد 2 ديال الدراهم لا 3 ديال الدراهم. المستثمر عنده فين يمشي يستثمر، هذا رجاء، ونحن تمنينا ان لا يتحقق، ارجو ان لا يتحقق هذا، ارجو ان لا يتحقق هذا. لان لماذا؟ لاننا لا يمكن ان نعنت الناس الى درجه اننا نطلب من هؤلاء تضحيات كبيره جدا، وفي نفس الوقت يكونوا في هذا المستوى الذي لا نراه في مدينه اخرى، ان يوجد هذا الخير العارم ونحن مغرمون بان نصور كل شيء على انه على هذا شيء لا 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 يخطر بذهن عاقل، لا يخطر بذهن عاقل، والانسان له حد من الفهم لما يقع. هذه مؤسسات من المؤسسات التي انشئت. دار العجزه ما هي هذا اليوم الاول؟ متى كانت في اي مدينه ولا في اي دوله كانت دار العجزه تشري؟ شرينا احنا بثمن رخيص، معنا نقولوا المتسولين سيروا تشريوا باش تشريوا على الدوله. هذا هو الفهم اللي غادي تفهم. الدوله فقيره حتى يجمعوا لها الفقراء. دار العجزه اذا كانت فيها او الخير ما فيها شيء ولا فيها اختلاط مالي، كاين محاكم، مشيو تشوفوا محكمه، ولكن لا يمكنكم ان تشهروا بالاشياء فقط لذات التشهير. هذا كلام لا يصلح، هذا صاحبه لن يسر به في المستقبل، سيرى انه كان يعرقل عمل الخير وسيلحق المتاعب باناس سيسالونه امام الله، لان هذا الشيء هذا امر نخرج كما قلت من كل الاشياء. إذا كان شي واحد عنده خصومات أو كذا ليترك